تتعاون مع الإدارة؟ نقطة نظام، خلينا نسمع صوت الجمهور. تحية طيبة وبدر لكم ضيوف الكرام، شكرا أكشن مع وليد، أمتعتونا في هذا الموسم، شكرا للقائمين على هذا البرنامج الشيق. ألف مبروك للهلال، هارد لك للاتحاد، ناسف لهبوط الأهلي، نصيحة للاتفاق حاول تصحيح وضع الدفاع، شكرا. أبو بدر، إيه الذنب جمهور الأهلي هذا الكيان الكبير، إيه الذنب يصير فيه كده؟ إحنا من يومتها وإحنا في حالة نفسية سيئة. أتمنى التكرم من وزير الرياضة بجعل النظام زيادة الأندية من هذه السنة إن شاء الله. شكرا. مساك الله بالخير يا أبو بدر، رسالة أتمنى توصل إلى وزارة الرياضة أو إلى الأستاذ ياسر المسحي. تكفون، نبغى توثيق البطولات. مو هو معقول الهلال عنده 18 دوري ويجي نصراوي يقول لك النصر عنده 17 دوري. وليد تراك رجعتنا انت في الهلال ده، والله اللي يشوفك يقول محقق كاس العالم، ايش حيسوي هلالك ده في اسيا؟ يا ابوي انصف الفرق الثانيه، حرام عليك يا راجل. السلام عليكم. اكشم مع وليد، بتوحشنا ابو بدر، والله انت استثنائي والهلال استثنائي. الفهمي عظم الله اجرك، ابو لما الصراحه توجع، والله ابو بدر شهري، كيف نتحمل ابو بدر بدونك كل يوم احنا جالسين علشانك؟ برنامج مميز استمتعنا به خلال موسم رياضي طويل. شكرا وليد الفراج، شكرا لضيوفك الكرام، شكرا لكل القائمين على هذا البرنامج الذي نفتخر ونفاخر به، شكرا لكم. مساء الخير يا ابو بدر وعلى ضيوفك الكرام، الحقيقة اشكركم على هذا البرنامج الرائع واللي اعتبره افضل برنامج رياضي في الشرق الاوسط. وبما ان الحلقة الختامية للاسف، انا حابة اشارك في هذه الحلقة وأعطي عنوان لهذا الموسم باسم هاتوا الهلالي، يعني ما في فريق إلا وقال هاتوا الهلالي وجاء الهلال. وأبغى رأيك أبو بدر في العنوان وشكرا. هاتوا الهلالي وعقبها تسمع أي أخ. طيب، أعلن نادي النصر السعودي فجر اليوم